السلام عليكم، معكم مصطفى من قناه مستر منتج. حلقه النهارده حلقه خطيره جدا ومهمه لكل الناس اللي بدا يوتيوب جديد ولكل الناس اللي عايزه تفهم الموضوع. احنا ليه ما بنجيبش مشاهدات؟ قبل ما ابدا في الحلقه دي وقبل ما اخش في الموضوع، حابب اعلن عن الشانل الجديده اسمها ستار لوجيا. الشانل دي كلها بتعمله شانل تقنيه بمعنى الكلمه، بتشرح كل حاجه في مجال التكنولوجيا، حتى دخلت في كمان الربح من الانترنت. بصراحه انا بحب الناس اللي بتظهر بشكلها ووشها كده، بتصور نفسها باقل امكانيات و في بدايتها. بحب الناس دي فشخ بصراحه، بيفكروني بشباب، يعني كنا شباب بقى. وانا شايف فعلا انها ليها مستقبل كويس جدا، فياريت تشترك في القناه دي، هتلاقي فيها شروحات كويسه جدا عن الربح، شروحات فوتوشوب، شروحات تقنيه، برامج، تطبيقات، حاجات حلوه جدا. فياريت تشتركوا فيها، هتلاقي الرابط بتاعها في اول لينك في الوصف. يلا نكمل. اول حاجه اختيار النيتش. من اكتر الحاجات اللي بتفرق، يعني هي الحاجة الرئيسية تمام اللي بتفرق في عدد المشاهدات بينك وبين اي حد تاني، هو النيتش، مش عدد مشتركين ومش شير ومش لايك ومش اي حاجة ومش حتى تصدر نتيجة بحث. لا، النيتش اول حاجة بتفرق بينك وبين اي شخص. شرحت قبل كده زي ما عملنا قبل كده مقارنة بين قناة المحترف امير رغيب اللي فيها قرب على 4 مليون او 3 مليون مشترك، وقناة محمد خالد اللي فيها مليون شوية، وقناة محمد خالد تفوقت يعني باكتساح على قناة المحترف. فهمتك وقتها معنى النيتش، ومعنى ازاي ان يكون عندك نيتش معين، وان ازاي يكون عندك نيتشات متعددة عامة، يعني كذا نيتش، زي المجال التقني في كذا نيتش، في موبايلات، في كاميرات، في تطبيقات، في حاجات كتير، في حاجات خاصة بالموبايلات بس، في حاجات خاصة بالكاميرات بس، في حاجات خاصة بتطبيقات للموبايلات، يعني حاجة نيتش النيتش مايكرو، في حاجات خاصة بتطبيقات الموبايلات الاندرويد بس، حاجة للاي او اس بس، انت فاهمني؟ في نيتشات كتير قوي جوه المجال التقني، ودي مشكلة المحترف ومشكلة الناس اللي في مجال التقني المتعدد. ولكن قناة محمد خالد قناة كوميدية، حاجة واحدة بس. تاني حاجة، يعني قناة بما انها قناة كوميدية فالنيتش بتاعه قديم. يا جماعة، الحاجة اللي انتم مش واخدين بالكم منها برضو، الناس كتير قوي مش واخدة بالها منها، ان النيتش بيتقاس بالآدمية. ده بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا نيتش زي نيتش الكوميديا، فانت عندك من اول قنوات اليوتيوب في مصر كانت قناة شاد سرور، يعني شاد سرور من اولى الناس اللي عملت كوميديا في مصر. طبعا قبلها كان في بتاعت الخامسة والعشرون بتاعت السيدة والحفيظة ما كان بدأ على اليوتيوب، وبعد كده كان في كذا حاجة يعني كده، مش هفتكر البرامج القديمة قوي دي على اليوتيوب، كانت 2009-2008، كان بدايات اليوتيوب، بدايات اليوتيوب في مصر، كان من اولى الناس، كان سيدة والحفيظة وكذا حد من الناس نجوم التلفزيون حاليا يعني كانوا موجودين على اليوتيوب. فمعنى كده ان من اولى المجالات كانت في الكوميديا، فسهل جدا تلاقي محمد خالد، نادر احمد، الناس دي بتعلى بسرعه جدا 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 بسبب ان هم في مجال قديم. اما لو جيت لمجال زي التقنيه فهو بادئ مثلا من قول من 5-6 سنين، تمام، من 5-6 سنين، لا انا بتكلم، لا مش من 5-6 سنين، لا من 8 سنين مثلا، انا نسيت والله احنا في 2019، من 8 سنين مثلا تمام، ولكن برضه مش بالادبيه بتاعت الكوميديا. فما تجيش تقارن حد في المجال ده بالمجال ده، مستحيل. تاني حاجه، مايكرو نيتش. في حاجات مايكرو نيتش، في حاجات مجال بداخل المجال، زي مثلا الناس اللي بتتكلم في الموبايلات، دي حاجه داخل التكنولوجيا. في ناس بتعتبر الربح من الانترنت او ده مجال مثلا تعتبره تقني، لا انا مش من الناس دي. مجال الربح من الانترنت مش تقني، لذلك انا مش قناه ربحيه فقط، انا من الناس اللي بتنزل ربح لكن مش قناه ربحيه فقط. طب ليه احنا كبتوع ربح والناس اللي بتنزل شروحات للربح، الناس دي ليه ما بتجيبش مشاهدات؟ وليه مشاهداتها لا تقارن بمشاهدات قنوات زي الجيمنج مثلا، او قنوات زي مثلا التقنيه بتاعت الموبايلات مثلا، مع ان نفس النيتشات او نفس التقنيه زي ما الناس بتقول، ولكن ده مايكرو نيتش بحاجه وده مايكرو نيتش تاني خالص، بعيد عن بعض تماما. السر في كده هو في الادميه برضو، في ادميه وفي برضو نفس الموضوع ونفس فكره الكوميديا زي والتقنيه مع بعض، في الفكرة بتاعت المايكرو نيتش. يعني مثلا نيتش زي الموبايلات من 2013-2012، من اول ما نزل ايفون 4 وايفون 1 والحاجات دي كلها، من اول ما نزلت الحاجات دي كلها بدأ فعلا موضوع الموبايلات الناس بتتكلم فيه على يوتيوب. من اول ايفون 1 الناس كانت بتتكلم على اليوتيوب فعلا على الحاجات دي، هتلاقي فعلا فيديوهات من 8 سنين ومن 7 سنين عن الايفون 3 مثلا، او ايفون 3G او 4 والحاجات دي قديمة جدا، بس هتلاقيها لسه موجودة، هتلاقي ليها فيديوهات قديمة. فمعنى كده ان الموبايلات قديمة جدا وموجودة من زمان، فما تجيش تقارن برضو شخص بقاله 7 سنين أو 6 سنين على اليوتيوب بمجال ربح من انترنت اللي هو اصلا بقاله 2-3 سنين. لو انت بتتكلم عن الناس اللي مثلا جابوا فلوس كتير قوي من الانترنت قبل كده وعملوا ثروات، الناس دي ما بدأتش تشرح اي حاجة لها علاقة بالربح غير من 2014 وانت طالع.
ولو كانوا بيشرحوا ما كانش حد بيتفرج، وهم عارفين كده كويس. ما كانش حد بيتفرج 2013 2014 ما كانش حد يسمع عن حاجه اسمها ريفرنت انترنت، ما كانش حد يسمع عن الموضوع ده خالص. من اول 2016 2016 2017 الناس بدات تفهم ان في حاجه اسمها ريفرنت انترنت. 2017 على فكره غيرت مفهوم حاجات كتير جدا، حاجات كتير فشخ في التكنولوجيا وفي فكره التكنولوجيا عموما، في الموبايلات، في الربح، في كل حاجه. الناس بدات تتجه لليوتيوب، الناس بدات تسيب التلفزيون وتبص على اليوتيوب. من اول ما التلفزيون بدا يجيب المسلسلات، يوتيوب بقى بينزل قبل التلفزيون، بقى بيجيب حلقات قبل ما التلفزيون يعرضها، فالناس بدات تتجه لليوتيوب اكتر. فبالتالي انت كده فهمت موضوع ان الحوار كله بالادميه، مش بعدد المشتركين، مش بعدد اي حاجه، مش حتى بانك تتصدر نتيجه بحث معينه، لا، الموضوع كله بالادميه. يعني انت موجود بقالك قد ايه على يوتيوب، انت كنيتش موجود بقالك قد ايه على يوتيوب، مش كقناه يوتيوب، كنيتش موجود بقالك قد ايه. يعني مثلا ربح انترنت زي ما قلت لك ما بداش، لا حقيقي بصراحه، ولا احنا لسه ما بداناش حقيقي بجد، يعني بتكلم بجد، احنا لسه ما بداناش. يعني مجال ربح انترنت ما فيش طفره فيه لحد دلوقتي، يعني 2019 جايه اهي، لا احنا في 2020 جايه اهي، وما فيش برضو طفره لحد دلوقتي. ممكن في 2020 يبقى في طفره والناس تفهم ان في حاجه اسمها ربح، الناس تفهم ان في شغل على الانترنت، ناس تقعد في البيت وتفضل تشتغل، ناس تفكر في الموضوع ده. بنحاول نوصل الناس لكده، ولكن مش بالسرعه دي ومش بالسهوله دي، لازم الناس تتطور شويه، تبدا تمسك موبايلات، الاهالي الكبار يمسكوا موبايلات، الناس اللي بدات الناس تطلع على المعاش تقعد في البيت فاضيه تبدا تمسك الموبايل، تبدا تفهم يعني ايه ربح، تبدا تشتغل على نفسها. انا بتكلم على كده لان فعلا طول ما احنا واقفين كده وطول ما احنا ثابتين في مكاننا، فصدقني عمر مجال ربح الانترنت ده ما هيجيب مشاهدات في حياته، في طول ما هو موجود ولحد ما هينتهي مش هيجيب مشاهدات، والناس بتوع الربح هيزهقوا، فعلا هيزهقوا، لان الموضوع فعلا قليل، مفيش مشاهدات. احنا ما بنجيبش مشاهدات بسبب ان مفيش ناس كتير بتتفرج علينا، مهما جبنا مشتركين ولكن الناس المهتمه قليلين. فهمتوني؟ انا مش حابب اطول اكتر من كده بصراحه عشان الفيديو ما يطولش، ولكن اعتقد واظن ان انا وصلت لك المعلومه اللي انا عايز اوصلها. فموضوع الربح بالادميه، احنا لسه الطفره بتاعتنا ما جاتش. طفره الكوميديا جت من زمان، من ايام شادي سرور، ومن ايام بعد كده نادر احمد، وبعد كده في محمد خالد، وبعد كده في ناس كتير قوي اتكلمت عن الكوميديا كلهم معديين ملايين المشتركين دلوقتي. احنا لسه ما جيناش، ما تلاقيش قناه ربحيه بتتكلم عن ربح معديه ل 500000 او 200 300000 مشترك. في كذا قناه عدت ال 100000، ولكن مش يعني القنوات دي قليله جدا، يعني تعتبر خارقه للطبيعه ان قناه تعدي 100000 ربحيه بس، تمام. ولكن حقيقي انا اتمنى اشوف طفره للربح في الوطن العربي قريب بجد، يعني بجد، عشان بقى يبقى في مشاهدات وفي حاجات زي كده، لازم نشوف طفره للربح. لكن بمقارنه بسيطه بين اي قنوات، مش هقول لك قناه معينه، انا مثلا في فيديو جبت 165000 مشاهده، الفيديو ده خلى كل الناس اللي بتتفرج في مجال الربح، كل الناس اللي بتتكلم عن الربح، كل الناس اللي بتتفرج على الربح عرفتني، لان فيديو واحد بس وصل ل 165000، اللي هو اصلا عدد مثلا قول 80% من الناس اللي بتتابع ربح على الانترنت على اليوتيوب العربي كله. احنا قليلين يا جماعه، احنا قليلين، بس انا عايز الناس بس تتطور عشان نبقى كتير ونقدر نكمل في المجال ده. بس اتمنى تكونوا فهمتوا النقطه دي وبس كده. شكرا جدا لكم على مشاهده الفيديو للاخر، اتمنى ما تملوش، واتمنى تكون المعلومه وصلت بجد. اعمل لايك للفيديو لو كان الفيديو ده عجبك، ولو كان الفيديو ده حسيته انه مفيد، واشترك في القناه. كنت عمال تشوفني عايزين نوصل 100000 مشترك في اسرع وقت، لسه لنا خلاص 9000 مشترك ونوصل ل 100000، ف يعني اعمل سبسكرايب، اعمل سبسكرايب، تلاقي اللينك بتاع الشانل بتاع قناه استرولوجيا في الوصف، اعمل سبسكرايب، تستاهل الدعم بصراحه وبس كده. سلام.